هذا هو شاومي تي في بوكس اس، راح نجربه هلا مع بعض. نقدر نحول التلفزيون القديم لشاشة اندرويد. تعال نشوف مع بعض. هذا هو شكل الجهاز الجديد، وما كمان جهاز تحكم، وصلة HDMI ووصلة كهرباء. تعال نوصله مع بعض ونجربه. كيف اول شيء راح اعمله هو اني افك الكروم كاست الموجودة عندي بالاصل هون، وبدي اوصل هلا بدالها الجهاز الجديد يلي هو الشاومي. وصلت الوصلة هون ونزلت الجهاز، طلعته من هون ووصلته بالمدخل تبع الـ HDMI. كمان هلأ رح أوصل وصلة الكهرباء بهذا المدخل تبعه. وصلت هلأ الجهاز بالكهرباء، وفورا عطاني إنه هلأ لازم أقلب على الـ HDMI 2 مشان نشغل الجهاز. مثل ما شايفين كمان في عندكم مدخل للصوت. رح نختار هلأ الـ HDMI محل موصول الجهاز. هلأ عم يطلب مني إني أختار اللغة تبع الجهاز، موجود العربي، موجود الإنجليزي، الألماني، اللغة اللي بدكم إياها. خلينا نختار اللغة العربية. مثل ما شايفين هذا هو الجهاز التحكم تبعه، نكبس اوكي. هلا بدنا نختار البلد اللي نحن موجودين فيه او المنطقة اللي بدنا اياها، نختار المانيا. بننزل التطبيق تبع جوجل هوم ونروح لهون، نكبس على اضافة جهاز، نكبس على اشارة الزائد مشان نضيفها للجهاز. نكبس هلا هون، نكبس على التالي. هلا ببلش هو يدور انه اذا في جهاز موجود هون. هلا طلع لي اسم هذا الجهاز، نكبس عليه، نكبس على التالي. هلا بنكبس على كود سكانن يلي هي مسح الكود، ونعمل مسح للكود يلي طالع عنا هون على الشاشة. هلا هو بتمام مسح الكود، مثل ما شايفين طلع إشارة صح. هلا بيطلع لنا هلا الخطوات التالية. هلا هون بنقدر نحن كمان نعمل له إعداد على التلفزيون، بس بياخد معنا وقت أطول. مثل ما شايفين هلا بلش يعطينا جاري الاتصال، وعطاني هون إنه صار متصل. ومنختار هلا اي غرفه بدنا نحطه. نحن حنختار غرفه الجلوس، بنكبس التالي، وبنقدر نحط له اسم. انا حاطط رقم 2. وهلا بنختار الشبكه اللي حنتصل فيها، بنكبس التالي كمان مع كلمه السر كل شيء، بنكبس التالي. وهلا بلش يتصل، مثل ما شايفين عم يتصل بالشبكه تبع الموجوده عندي بالبيت نفسه. هو لحاله اخذ كلمه السر من البرنامج يلي هو جوجل هوم، بياخد كلمة السر تبع الشبكة وبيتصل لحاله بشكل تلقائي، احسن ما نحن نحط الاعدادات بايدنا. مثل ما شايفين هلا بلش يعمل تسجيل دخول على الحساب جوجل تبعنا. بعدها بيفتح لنا هي الشاشة مشان نعمل قبول للاتفاقية. نختار ننزل نختار قبول. بعدها نحط له انه بيعطينا انه مثلا اعدادات فينا نغيرها والشغلات اللي فينا نستفيد منه. كمان نكتب نكبس اوكي هون. بعدين هون بنختار مثلا خدمات جوجل مثلا اللي بده يعطينا اياها، مثلا مثل اقتراحات او شغلات تانية. من هون فينا نفعل خيار تبع اخر الاخبار الجديده اللي بتنزل على جوجل تي في، مثلا انه يوصلنا عليها مثلا ايميلات ولا ما بدنا. نحن حنختار لا شكرا. هلا هون بيطلع لنا اختيار اشتراكاتك، اذا الواحد عنده مثلا اشتراكات بالبرايم فيديو، عندنا مثلا باليوتيوب ميوزك، يوتيوب كيدز، يوتيوب، الابل تي في، مثلا سبوتيفاي، كلياتهم فينا نضيفهم من هون. وفورا انه وقت بدنا ندخل عليهم فورا يعمل تسجيل دخول. هون عم بيعطينا انه اذا بدنا نقدر نتحكم بالتلفزيون او لا، مشان نقدر نطفي التلفزيون حتى عن طريق جهاز شاومي فينا نتحكم فيه ونتحكم بالصوت كمان. فينا نعمل من هون موافق اذا بدنا هذا الشيء، او بنكبس على تخطي مشان نتخطي هذا الشيء، لانه مثلا انا عندي جهاز تلفزيون، جهاز الصوت، مشان ما يفوتوا الاجهزه ببعض بقى خلص كل جهاز خليه لحاله. بنعمل هلا موافقه على الشروط تبعات تبع شاومي. وهلا ببلش يعمل تثبيت للتطبيقات. وطبعا مثل ما حكينا قبل شوي انه وصلنا كمان الموبايل، جهاز الموبايل على التلفزيون، مشان نقدر عن طريق برنامج جوجل تي في او جوجل هوم. بنكبس هلا على بدل الاستكشاف، مثل ما شايفين هي هلا فتح عنا البرنامج. هذا هو هلا فاتحين نحن عن طريق هذا البوكس، شاومي بوكس تي في. مثل ما شايفين عنا هدول اول شيء، نختار عنا في الشاومي تي في بلس، مثلا عنا نتفليكس، عنا مثلا برايم فيديو، عنا ديزني. هلا اذا طلعنا لفوق فوق اول شغله فينا نضيف اكثر من حساب. هلا انا ضايف حساب واحد. في عنا هون الاقتراحات تبع محتوى يهمك، عنا الافلام، برامج تلفزيونيه، عنا هون التطبيقات. التطبيقات هلا هون اهم شيء بنحبنا، يعني فينا ننزل تطبيقات مثل كانه عم ننزل من بلاي ستور تبع الاندرويد. عندنا هدول التطبيقات اللي نازلين، هي اول شيء هون تطبيقاتك. عندنا هون البحث عن تطبيقات او الالعاب. هلا في عنا شغله فيها من هون نكبس هذا الزر ونحكي نحكي الحكي مثلا تيك توك مثلا.
تمام. بيوم بينزلنا هلا لازم نكبس كبسه طويله عليه، نقول تيك توك او مثلا ليكو اخذها تيك توك. هلا مثل ما شايفين هلا بصير بيطلع لنا مثلا الفيديوهات اللي موجوده على التيك توك، يعني اقتراحات على الموجودين الفيديوهات على التيك توك. هلا هون مثلا عندنا هذا البرنامج مثلا بيشغل قنوات تلفزيون، عندنا هون العاب فينا ننزل العاب هون نلعبها كمان. رح ننزل هلا نشوف شو في كمان شغلات تانية موجود عندنا، مثلا التيك توك لاندرويد، عندنا الجوجل ميت كمان، الجوين تي في، البرامج التلفزيون الالماني كمان، الدازن كمان موجود. هلا فيكم تنزلوا كمان عليه شاهد تي في، كمان احسن ما تنزلوا على شاشه التلفزيون، بياخذ مساحه كبيره ودائما بيصير في مشاكل لما يكون على الشاشه اذا كانت الشاشه قديمه. هلا هون في عنا الفي ال سي مثلا تبع الاندرويد، اذا بننزل نشغل ملفات او نشغل فيديوهات مثلا ما بتدعمها مثلا الشاشه، بنقدر عن طريق هذا البرنامج في ال سي فور اندرويد نشغلها. عنا ساوند كلاود فينا كمان نشغله هون، الفايل مانجر كمان نقدر. كل هدول البرامج فيكم تنزلوها بكل سهوله. شو في عنا كمان؟ عنا الديزر لكم انتم شايفين. هون في عنا التيد فينا ننزله كمان. في هدول البرامج كلياتها موجوده، سبوتيفاي، امازون ميوزك مثل ما حكينا قبل شوي. وعندنا هدول الالعاب مثلا يلي فينا نلعبهم مثل ما شايفين، بلاي وذ يور ريموت فينا نلعب فيهم عن طريق جهاز التحكم. كل هدول الالعاب موجودين، لسه كمان اذا بتدوروا اكثر بتلاقوا كمان العاب اكثر. هلا اذا رحنا على خيار تطبيقاتك وبعدين رحنا على عرض الكل، هلا هون بيطلع لنا التطبيقات الموجودين على الشاشه عندنا. مثل ما شايفين هي اللعبه اللي عم ننزلها لساتها عم تتنزل. هلا هون في عنا خيارات، مثلا عنا الميديا بلاير، هون اذا بدنا نشغل مثلا فيديوهات، عنا مثلا فلاشة فينا نوصلها هون مثل ما شايفين على الجهاز، في عنا هون مدخل يو اس بي فينا نوصله عن طريق الفلاشة، مثلا نحط الفلاشة هون ونشغل الفيديوهات او نشغل الصور او نشغل الموسيقى كمان، يعني بنفس الوقت كلياتهم، بس نوصل الفلاش ميموري على الجهاز هون ونشغلهم كلياتهم. هلا في عنا كمان الخيار الثاني اللي هو الجاليري، اذا بدنا نحول الشاشه مثلا نعرض عليها صور مثلا، فينا كمان نفس الشيء نوصل فلاش ميموري نوصلها من ورا. مثل ما شايفين عم بيقول لكم بتوصيل جهاز تخزين خارجي بالصور لعرضها على تلفزيون مي، يعني بدنا نوصل فلاش ميموري هيك، هي شكلها نوصلها هون مثل هي الفلاشه. خلينا مثلا نجيب هي الفلاش ميموري، فينا نوصلها اذا عليها صور وفورا بنقدر نعرض الصور، نحول الشاشة عنا هون لإطار صور. هلا الشغلة الثالثة اللي موجودة كمان هون الميرا كاست، إذا دخلنا عليها وقت ندخل هون على الميرا كاست فينا نعرض شاشة الموبايل مثلا، نعرضها هون على شو اسمه على شاشة التلفزيون تمام، عن طريق هي الميزة كمان، يعني فينا بس بسهولة نوصلها ونعرضها عليه. نزلت هلا الرقم 8 الاصدار الثامن، هلا عم نشغلها من هون من جهاز التحكم، خلينا نلعبها ونشوف كيف تلعب. هاي مثل ما شايفين هلا بلش تنزيل اللعبه الفعليه. هلا شغله وحيده ما زبطت معي او ما لقيتها جيده، اني اجيت حاولت بدي اكتب بهون الاسم، مثل مطالعين هون طالبين مني انه اكتب اسم مشان العب اللعبه، بس ما قدرت. بقى وجبت كيبورد مثل ما شايفين لوحه مفاتيح، وصلت على مدخل يو اس بي تبع الجهاز نفسه، وهون بقدر احط الرقم اللي بدي اياه او الاسم اللي بدي اياه، وبعدها فيني اختار مثلا الخيارات الثانيه. يعني مثل ما شايفين هلا حطينا الاسم، نزلنا لتحت، هلا بدنا نحط موافقه مشان نكمل اللعب، بس كمان ما قدرت العب، يعني لازم اختار من هون لحتى يقدر ياخذها. ومثل ما شايفين يعني حاط لازم اوصل الكيبورد عليها مشان اقدر اتحكم، وهي هي ازرار التحكم اللي شايفينها هون طالعه عندكم. بس تحكم انه مثلا نتحكم بين الازرار هون، فينا نتحكم بشكل سلس عن طريق جهاز التحكم كمان، بس عم بكبس اوكي ما عم ياخذها، يعني اجباري لازم من الكيبورد هون. هاي مثل ما شايفين ليك هي عم تتحكم هون بالسياره، عم روح يمين وشمال، فتنا بالحيط. ما جربت من جهاز التحكم، خليها هات لنشوف من جهاز التحكم اذا بنقدر كمان. من جهاز التحكم كمان بنقدر نتحرك، مثل شوفوا هي على اليمين، هي على اليسار، هي لقدام، هيك فينا نقدر نلعب فيها. بس للاسف انه اذا بدنا نحط اذا بدنا ندخل على اللعبه بده يكون عندنا اجبار كيبورد، ما بعرف ليش ما مفعلين هذا الشيء انه عن جهاز التحكم، بس طلبوا مني كيبورد، او فينا نستخدم كمان حتى الكيبورد تبع الموبايل. هلا بالنسبه لانه نعرض شاشه الموبايل على التلفزيون عن طريق الجهاز كمان نفس الشيء، هلا نحن وقت فتنا على البرنامج تبع جوجل هوم، مثل ما شايفين هذا البرنامج عندنا هون، ليش شوي ليش ما عم ياخذها؟ ليك صندوق تلفزيون من شاومي، فينا نختار حتى لو مثلا
تشوفه عم نغير الصوت مثلا نعليه ونوطيه، عم يتعلى وتنوص من هون. هلا الشغلة الثانية فينا نستخدمها هي انه نعرض الشاشة تبع الموبايل. هلا هون نكبس على عرض الشاشة، نكبس على ابدأ الان، شوف هلا خلال ثواني فورا بيعرض لنا اياها. هيك هاي الشاشة عنا هون. هلا هون مثلا خلينا ندخل مثلا على الفيسبوك، مثل ما شايفين هاي فاتح الفيسبوك هون. خلينا ندخل على صفحتي، هاي فاتح صفحتي، شوف بكل سلاسة عم يتحرك بالجهاز، عم يفتح. خلينا نشغل مثلا الفيديو، بيطلع لنا الصوت. ليش ما طلع الفيديو تبعي؟ تعال نرجع. هلا صار في مشكلة بالفيسبوك، لما شغل الفيديو أول مرة عم يعرض لك جهاز تاني بدل ما فيديو تاني بدل ما يعرض الفيديو تبعك. هاي عم نقلب هلا بالفيديوهات مثل ما شايفين، هي بكل سلاسة يعني عم يحرك، ما بتحسوا في بطء، ما بتحسوا في تأخر يعني بالعرض. وإذا بدنا نوقف العرض بس بنرجع لورا، بنروح من هون بنعمل إلغاء أو توقف. وبالنسبة كمان لنتفليكس كمان أداؤه رائع وسريع، ماله بطيء مثلا مثل الدقة مثلا تبع التلفزيون، أو مثلا السرعة عفوا تبع التلفزيون. إذا في شاشات مثلا منزلين عليها بيكون مثلا المعالج تبعها بطيء أو الرامات قليلة، بيعطيكم أداء كتير بطيء بيكون بالتحكم مثلا المشاهدة. أما بالنسبة لليوتيوب كمان أداؤه سريع مثل ما شايفين، الواحد بيقدر يتحرك فيه ويتحكم ما بيعلق، ما مثلا بيطلع مشاكل. هلا بالنسبة للجهاز بنصحكم فيه، أداؤه رائع، أداؤه حلو سريع، ماله بطيء. مثلا في أجهزة كتير بتلاقوه بطيئة أو فيها مشاكل مثلا ذاكرتها أو المعالج تبعها، بس هذا الجهاز عجبني أداؤه. أداؤه فرق كتير عن الشاشة. الشاشة عندي صار لها عمرها 6 سنين تقريبا، بس الأداء كل يوم مثلا كل ما بدي أفتح برنامج عم يتأخر بفتحه، عم ياخذ وقت طويل. بالنسبة للنتفليكس أو اليوتيوب بالعادة بشغلهم على البلاي ستيشن لأنه أداؤهم أسرع، بس هذا الجهاز عن جد هلا أداؤه يعني حتى سريع وأداؤه يعني ما فيه مشاكل. والشغلة الحلوة فيه هي أنه مدموج مع جوجل أسيستنت، مساعد جوجل، وفيكم تعطوه تتحكموا فيه عن الأوامر الصوتية مثلا. وصاره تقريبا حسب بيفرق من موقع لموقع، أنا طلبته من موقع جوم كان في عليه عرض، كان 50 يورو صاره بالإضافة للضرائب شي 8 يورو تقريبا، بس في كود خصم خاص فيني أنا وجيهو. أغلبكم اللي بيعرفني ومتابعني بيعرف كود الخصم دائما أنا اسمه وجيهو، بتحصلوا على 10% خصم. موجود هو على أمازون، موجود على كل المواقع، على أوتو، أمازون، حسب البلد اللي أنتم موجودين عليه، موجودين فيه عفوا. بقى بتدخلوا فيكم تطلبوه من جوم. أنا بطلب أغلب الأمور بطلبها من جوم، فيكم تطلبوه من هنيك تحصلوا على عرض 10% خصم. ووصلني تقريبا خلال اسبوع او اسبوعين تقريبا، ما اخذ وقت كتير يعني، حسب احتمال يكون مثلا اذا موجود بمستودعات المانيا او باوروبا يوصلكم خلال كم يوم، اما اذا موجود مثلا ببلدان تايم مثلا جاي من الصين راح ياخذ وقت بين اسبوعين لثلاث اسابيع. الرابط انا راح احطه تحت بالتعليقات، بتقدروا تطلبوه، وراح احط كود الخصم الخاص فيني كمان. كتجربة وكأداء أنا لقيته جيد جدا يعني، أعطاني أداء أفضل من التلفزيون مثل ما قلت لكم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو اللي حكيت عنه، هذا كان شرح مفصل عن القطع الموجودة فيه، التطبيقات الموجودة فيه، كيف تربطوه. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وشوفكم فيديوهات جاي. مع السلامة.